مش احمد سمير جابها؟ لا احمد سمير جابها. لا لا خبطه بالرجل الورد وقلشر من على ده. انما بعد كده في الشوط الثاني ظهر بشكل كويس جدا، المباراه اللي بتاعت امبارح ظهر بشكل كويس جدا في الشوط الثاني بالذات. يعني انا بالنسبه لي انا راضي جدا عن الاداء بالنسبه لعبد الله. كابتن هاني سليمان الكلام عليه وقالوا ان زمان بعت خط رسمي كان زي رأسي. انا عارف انك مش مقتنع بيه بس قلت اسالك. مين هاني؟ قلت حاجه. مين اللي قال ان طلعت صارت لعب امبارح على سمير بحر؟ انا طلعت ثلاث اجوال من راس مرمى محمود ومرضي وحسن وانا ما عنديش ما فيش احتياج لحارس مرمى في الوقت الحالي. الشناوي قدامه ان شاء الله ثلاث اسابيع ويكون موجود.